عارفه يا بت يا كوريا، كان لنا زمان بت قريبتنا، كانت بت يا عيني كده برضو عقلها خفيف وطاق منها وهاجج، زي خالتك كده يعني. ايوه بس البت ده هي كانت حلوه بقى وشابه وملظلظه كده اهو، بيضه وزي الفل، تتاكل اكل والله يا كوريا تتاكل اكل. ايوه بس ايه، كانت قاعده مع ابوها وامها. كوريا لسه تحت. هي البت دي ما وراهاش حاجة؟ لا ولا التانية، في حد يبيع خضار دلوقتي؟ هنعمل ايه؟ أنا بقالي ساعة محبوس هنا، الله يخرب بيت شرطك المنيلة. ايه الجو البيتي ده؟ جديد أوي شغل قمصان النوم في الشارع ده. ما تنجزي بقى وتيجي، بتاخدي كام يعني؟ على فكرة أنا واحدة محترمة، بس الظروف هي اللي خلتني أمشي في الشارع بالمنظر ده. أنا ينفع آخد موبايل حد فيكم؟ لازم أعمل مكالمة ضروري. يا عم بالراحة عليها، ده شكل جوزها طاردها وضاربها. بقول لك ايه، طيب ما تيجي ناكلك ونشربك ونذاكر لك، نرجع معاك البيت نضرب لك جوزك كمان. غور من وشي. الله يخرب بيتي، بس العين مش عليك، انا اللي كلب وربنا. جرى ايه يا هيما؟ يعني ما اتبسطتش؟ بس بقى اتبسطت ايه ونيلت ايه؟ خرجيني من ام الحبسه دي يا نوال. طب خلاص هبص لك انا. خرب بيتك يا كوريا، بوظت لنا اليوم. يلا بقى. طب يا اخويا بس بقى انت راح. بس بقى يا يخنقوها، اصل احنا سلو بلدنا صعب قوي قوي قوي. طب هي خالتك مش دماغها رايحه منها؟ بس والله العظيم والله العظيم دماغ في طاقانها. اه والله ربنا يرجعها بالسلامه يا رب. يا نسبتي يا نسبتي يا نسبتي. في ايه؟ سلومه جه. سلومه جه. سلومه جه. حضرتك اسود ومنى؟ تعالى هنا، رايحه على فين؟ تعالى. ام البتاع هنروح. تعالى. ايه على فين؟ تعالى خليك في اوضه النوم. نروح فين؟ اوضه النوم ايه ده بقى؟ تعالى. تعالى اخبيك فيه. تعالى اخبيك فيه. ناو واحد وقع من الكوع. طبخنا ايه النهارده؟ لا طبخه ولا عامله، اقلي لك بالطين. بالطين؟ الواحد بطنه مششت من كتر البيض. يا اخويا اجيب لك طباخه، شغل البيت بيهدني. ماشي. رايح فين؟ محصور. ايه ما فك الزنقه. ايه انت يا اخويا اللي كنت سايب الباب مفتوح؟ انا مش، بس انا متقلل انا قفلته. مش عارف وانا بقيت دريان بحاجه، ما ادخل اعمل الطبطين. ما خلاص يا ولية، حكيتي لامي كل حكايات المجانين اللي تعرفيها في حياتك. انا مال انا ومال مجانين؟ انا خالتي مش مجنون، سندس مع اقلها ما خفش الا من بعد ما جوزها وابنها ماتوا والشقه ولعت بيه. بقتي حرام يعني، ما بتفتكرش قوي وساعات ما بتميزش البني ادمين. خلاص كفايه بقى صدعتين. خص عليكي يعني، ده جزاتي ان عاوزه اسليكي واخد بحسك. شو النبي خدني احسن. خلاص انا اللي قربت الجن ومش طايقه اقطع الشقه وخالتي مش فوق. طب تعالى. ازيك يا مسوك؟ ازيك يا اخويا. ازيك يا براهيم؟ عمل ايه الواد؟ اني وين؟ يو اللي خبطه التوك. اني توك؟ مالك يا هيما اللي كنت معاه في المستشفى؟ الواد مات يا سيبتي. الله يرحمه. لا حول ولا قوه الا بالله. طب وسواق التوك؟ خدوا منه التوك توك وهيعدموه. تعالي بس اقول لك. لو فاكر ان الدنيا فاضك مفيش وقت. رجاء. نادر. انا نازل شويه، عايزه حاجه؟ نازل ورايح فين دلوقتي؟ نازل اشم شويه هوا رجاء، مخنوق ومش قادر اقعد لوحدي. وهتخرج بقى مع مين ان شاء الله؟ مش خارج مع حد. يا ابني مش انت قلت ان انت مش عايز تقعد لوحدك؟ طب ما تيجي تقعد معايا. لا لا لا، وعلى ايه؟ احسن ابوظ لك الخزعبلات اللي انت حاطاها دي علشان شبابك وبشرتك. باي. باي.
يا رب يا حبيبي يا رب يخرجك من اللي انت فيه يا رب. للو ده انا مش شايفك، ده شغل فنادق. بيجيبوا لي واد ابن جنيه كل فتره كده يهف الشوق يجي يضرب سندوتشات من غير عدد وفي الاخر يحذرفني النص صباع. السلام عليكم. وعليكم. ايه ده الحزن ده يا في ايه؟ هاجي لك وقت تاني يا ايما. يا تعالى هنا خد بقى. ايه الزعل ده؟ انت على طول مش طايقني كده يا ده سكت. انا بحبك، ده انت ليك وحشه والله بس انا مش عارف ليه. اقعد بقى خد لك نفسين يلا يا ده. اقعد ده حلو الاحبالك السوتيه. معلش يا ايما، انا كنت مفكرك قفلت روحت البيت. لقيت امي متوغوشة قوي على كوريا، بتقول لي لسه ما جاتش لغايه دلوقتي ومش عارف اعمل ايه. يا عم عماله تلفلف على خالتها من الصبح، قلت لها اجي معاكي قالت لي لا، قلت لها بركه يا جامع، انا قصدي دماغي مش ناقصه للنواح. طب بقول لك ايه، هروح انا انام، انت عارف امي ما بتنامش الا لما بروح. السلام عليكم. يا ده سوق تروح ايه وامي ايه وتنام ايه؟ يا ده انا عايزك شبهنا. يا عم سيبه يا عم، ده راجل فنان ومثله الاعلى الاستاذ هاني شاكر. خلاص يا جماعه انتوا هتشيلوا المشاريب ولا ايه؟ خلاص امشي انت يا سوكا وانا بكلمك في التليفون. ربنا يهديكم. السلام عليكم. وعليكم السلام. ما تقعد يا سوكا شويه. عسل يا هيما. بقول لك ايه، سيبك بقى من الهزل ده عشان انا عايزك في حاجه جد. خير يا طاعون. طالعه كده حلوه هنعمل منها قرشين. ميكروباص شمال سارقينه من تحت بيت واد اسمه هندي مقصات. هو واد خبق بس عمل فيها بلطجي وغلط معانا. قلنا كده نربيه ونعمل له كارثة ود، بس قبل ما نركع الميكروباص عايزين نطلع بيه كام طلعة سوا، ايه رأيك؟ طب انا هعمل ايه في الطلعة دي؟ كابتعون يا هيما، هتعمل ايه؟ هتمسك عجلة القيادة. يلا يا هيما بقى، عايزين بقى نرجع لأيام زمان، هنقول احنا لسه حبايب، يو ما خلص قلنا. طب بص، انا هقول لك حاجة مش عايز اقولها لك تاني، تعون ده مش مجرد اسم، ده أسلوب حياة. حبني بقى وسيب لي نفسك. ماشي يا طعم. يا وليا قومي يا وليا، انا جعان. قومي شوف لك اي حاجه تاكلها تصرف، انا مش قادره افلت جدتي طول النهار بلف على كوب رجليا بدور على شغل. نفسي افلت جدتي بقى. يا وليا قومي فزي، ولا دور لي على اي حاجه، وانت بنت امك الفقر ده في حاجة عشان الواحد يدفعها؟ يا اخويا ما انا اخر فلوس معايا كانوا 20 جنيه اديتهم لبنتك تدفعهم للمجموعة. ومستنية ليه يا اختي من غير فلوس؟ والبهوات اللي انت كنت شغال عندهم كرشوك ليه من غير ما اديك فلوس؟ ده الواحد اللي شغال في الحكومة بياخد مكافأة نهاية الخدمة، روح اتخانق معاهم وخد فلوس يلا. يا اخويا بأي عين اروح للناس اقول لهم ادوني فلوس بعد عملة بنتك السودة معاهم؟ بنتي؟ دي مش بنتي، دي بنت حرام كوشت على القرشينات وطفشت. ما تقولش بقى ليه أب ليه أم ليه أخوات لهم نصيب في شوية الفتافيت اللي بيقعوا من القرصة. من بكرة البيت يبقى فيه أكل وشرب ومصاريف، تطلعي تنزلي تتنططي إن شاء الله حتى تشتغل رقاصة. أوف يا أخوي يا أخوي. إيه الناكب ده يا أبو نجوى؟ يا اخويا انا بقالي 25 سنة بشتغل، عمري ما خليت البيت ده محتاج حاجة، ما كانش حاجة، الظروف اتغيرت. انت يا اخويا خد بعضك وانزل شوف لك اي شغلان، بلاش بلاش حط ايدك في ايدي ونبيع اي حاجة سوا. انت بتعيريني يا وليه يا زبالة. انت انت بتشتغلي علشان تاكلي وتأكلي عيالك؟ انت بتشغليني؟ خدت انا ايه من ورا شغلي؟ خدت انا ايه من وراك غير الهم والغم؟ احمدوا ربنا ان انا لسه عايش في وسطيكم. واحده غيرك كنت طفشت من بيتها بسبب بوزها الفار. في ايه؟ مش واخد على لبس الكعب ولا ايه؟
تنسي جو ده انتصار ده بقى. اتفضلي. انت هنا في حته تانيه خالص. ايه لازمه الكلام ده كله؟ ما انت عارف ان انا طول عمري في مصر بلبس التعب العالي، وبعدين طول عمر الناس في مصر بتقول على الست هايدي بتاعتك ان هي اللي بتشتغل عندي مش انا. ايه بقى؟ في ايه؟ نسيت ان مفيش حاجه، مالك قلبتيها دراما كده ليه؟ بهزر معاك. الله مالك؟ وبعدين ايه اللي جاب سيره هايدي ومصر والكلام ده؟ ما خلصنا منه خلاص. وبعدين يا حياتي في رحله العوده دي انا خدت مين معايا؟ مش خدتك انت؟ نجوان احنا شبه بعض. ثانك يو. عارفه يعني ايه شبه بعض؟ يعني ما نقدرش نستغنى عن بعض. طب ايه رايك بقى ان انا مش مرتاحه؟ نعم. يعني ايه؟ ازاي مش مرتاحه في كل ده؟ ما انا اعمل لك ايه؟ اقعدك في البيت الابيض ولا اخد لك شقه ببرج بيزا المايل؟ مروان هتلاقيكي حنيتي للحاره. انا مش بهزر على فكره. احنا اول حاجه لازم نعملها ان احنا نتجوز. انت جاي من مصر عشان خاطر الفلوس اللي كلها دلوقتي بقت باسمك، وانا ايه؟ ماشيه وراك وخلاص. ايه اللي خليني استحمل كل ده من غير جواز؟ يا سيدي اهدي في ايه؟ الله الناس. وبعدين وانا اعترضت على الجواز؟ قولي زوجته كنفسي. ها انا مش بهزر. يا ستي اعملي وطي صوتك شويه. اعمل ايه يعني؟ شوفي لي مأذون شرعي يوناني وانا اكتب عليكي دلوقتي حال. يا سلام. خلاص بقى في ايه؟ وانا جايبك هنا عشان خاطر نمسك في خناق بعض؟ يا يلا دلع. انا كده هولع. الامر جاي منين؟ ايه ده؟ طب الامر جو العبايات قوي. حلو قوي. محسوبك عمرو مشبك. احب اجي واشبك. بقول لك ايه؟ ما تيجي نهاجر هجره غير شرعيه. غور يلا انت وهو من هنا. نغور فين بس؟ نغور مع بعضينا. غور بدل ما خلي مصر ظهرك في وشك. ناقصاك اصلها. اه يا ابويا الحقني يابا. تعالى يا ابو الحوشني شوف حمل فيا ايه العيال وداد الكلب دول. يابا الحقني يابا. خدي حرام عليك. كنت فين صرعتني عليك؟ حرام عليك. عامله ايه؟ انت مين؟ انا كوريا يا خالتي. حرام عليكي كده برضك تعملي فيا كده. وانت عليكي الحقني يابا. والنبي لا. الحقني يابا. والنبي لا. خلاص خلاص انا هاخدك معايا. هاخدك معايا دلوقتي. ضربوني. يا عم الحاج. ايه بنت؟ ايه انت مين يا بنت؟ في ايه؟ الاقي معاك موبايل. موبايل؟ وانت ايه اللي منزلك في نص الليالي كده باللبس ده وتسالي على موبايل؟ انت باين عليكي بنت ناس. معلش يا حاج هي ظروف بس عشان خاطر لو معاك الموبايل تديهولي دقيقه واحده بس. موبايل ايه وانت لابسه اللبس ده يا بنتي وهتمشي في نص الليل كده؟ هتطمعي فيك الكلاب السكك. ما انت عندك حق بس لو معاك الموبايل انا فعلا محتاجه اعمل مكالمه ضروري عشان خاطري. والله العظيم ما في رصيد يا بنتي. عيالي بيكلموني منه وما فيهوش فلوس. طب انا متشكره يا عم الحاج. خد يا بنتي راحه فين؟ ايه بتعمل ايه؟ خد يا بنتي استوري نفسك يا بابا. لا 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 هي وسخه اه وريحتها وحشه بس احسن من ناس كتير يا بنتي. خليها معاك عشان خاطري عشان انا مش لا. هلبسها. لا يا بنتي انا كده كده ماشي. عيش من شافك يا راجل. انت فين؟ تعالى انت الليله كلها على شرفك. مساء الفلالي. مساء الفل. خلص يا خالتي هانت اهي. ابعدي عني خالص. ابعدي. يو يو امشي. يو يو عايزه تدخليني جوه علشان يحبسوني. لا انا مش هدخل جوه يا خالتي. حرام عليكي فضحتي امي. عايزه ادخلك المستشفى يكشفوا عليكي ده جسمك كله بيخر دم. لا يا اختي مش هخش. انت عايزاهم ياخدوا الدم بتاعي يبيعوه. يا نصبتي السودا انت هتلبسيني تقوم يا وليه. عايزاهم يكشفوا عليكي بس. والنبي انت عايزه تموتيني وتلبسيني جوه يا خالتي. طب خلاص 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 هتفضحينا خلاص. يا ناس الحقوني يا ناس الحقوني. اعملوا معايا. والنبي ما عملت لها حاجه. دخلتوا عايزه ادخلها يكشفوا عليها. لا عايزه تموتني. يو البت دي عايزه تموتني. انا ما اعرفهاش. يا اخويا ما اعرفهاش. والنبي ما في حاجه. دي مشاكل عائليه. ما فيش حاجه. توكل انت على الله. توكل على الله. لا ده انا ما اعرفهاش دي. يا سبتي عايزه تموتني. اوشوني يا خالتي. انا يا خالتي انا كوريا. اوشوني بدي ابقى جرع بالفلوس. حرام عليكم يا ابني. دول اخر 150 جنيه في جيبي من المعاش. وبنتي قاعده عندي وجوزها كرشوب للشغل والصبح كنت اجيب لابنها اللبن المدعم. حرام عليكم.
قطعوني يا راجل يا ممل، ايه الرغي ده؟ لول لول لول، فلقتني بقصة حياتك. وايه اللبن المدعم ده؟ يعني انت كده كسبت تعاطفي؟ ده انا هشرمك. ابو سيدك ابو سيدك يا ابني، حرام عليك. ما تفكك منه يا طاعون، شوف لك عيل شاب احسن. يا هيما سيبك من الناس دي، انا عارفها كويس. ايه يا بقول لك؟ قلبي اتسلبط بقى علينا، اتسلبط. لا بقول لك ايه يا طاعون، تقليب موت ماليش فيه. الراجل ده ينزل بفلوسه ياخد بيها حقنه في اقرب اجزخان. السلام عليك يا هيما وعلى قلبك الرهيف. ماشي عشان خاطرك بس، ننزله بقى المره دي بفلوسه عشان خاطر هيما. ما احنا اصلنا في ميكروباص صبايا الخير. اصحى اصحى يلا هتنزل. شكرا يا ابني، شكرا يا ابني، ربنا يكرمك. ربنا يكرمك ايه غور؟ انت بتدعي لي غوركك خابط. انت حطيت ايه في جيب؟ لا لا لا، ده القصافه بتاعتي يا هيما، اتكل انت بقى. سلامت ام حسن، ده 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 من العين ومن الحسد. سلامتك يا حسن من رمش اللي حسد. سلامتها 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 ام حسن. الف شكر الف، ربنا يخليكم. لا لا لا، اغني تاني مش هينفع، اغني تاني لا والله ما ينفع. انا عندي حفله والله في كواله البلح. ماشي اشوفكم الجمعه الجايه. يا دي النصيبه عليك وعلى عيشتك يا ولا. انت اتهبلت يا ولا؟ بتكلم نفسك في المرايه؟ ان شاء الله ان شاء الله هتتلبس. مش هينفع عم تلبس يما. ليه؟ عشان لابس فليله النادي الاهلي. يا سلام يا اخويا. وبعدين يما انا كنت بغني يما ومحدش سامعني يما، تلبس ليه؟ طب خد يا اخويا كلك لقمه. ايه ده؟ هي دي البيضه يما اللي انت جايبها لي يما؟ ايوه البيضه. مالها البيضه؟ مش عاجباك البيضه؟ بروتين. بروتين ايه يما؟ الناس اكله شاربه نايمه، احنا بس اللي الدنيا يما مدينا ظهرها يما، كاكنينا في حظنا الهباب. يا اخويا احمد ربنا وقول الحمد والشكر لله. وشكرا يا ست الحبايب يا حبيبه اللي قاعده على فرشه الخضره وبتاكليني وتشربيني وانا عامل زي الحمار، زي البغل الاسترالي اللي محتاج الدبيح. ما بتحطش ايدك في جيبك يا اخويا وتديني 5 جنيه نجيب بيهم حتى 50 جرام لحمه. انا ياما بس ربنا يكرمني واشتري كمبيوتر وسماعات ومايك. ونادر عليا ياما، نادر عليا والنادر امانه يا ام سوكا. لا اجيب لك عربيه. عربيه ولا بحمار ياما، واجيب لك واحد بقى بميكروفون. ايوه جرجير ام سوكا، ايوه فجل ام سوكا. وانت تقعدي بقى ياما تجيبي كوز وتاخدي الفلوس. قلت ايه؟ اقول لك حاجه؟ ادعي لي بس ياما من قلبك، من قلبك ياما، من قلبك من رجليك، اكسر الدنيا يا ولا. يا ولا ده انت هتكسر نافوخ ان شاء الله. حرام عليك حرام عليك يا يا ولا. شوف ابراهيم وحلاوه وجمال ابراهيم وجدعانه الواد ابراهيم. شوف عربيه الكبده اللي بيشتغل عليها، خاطب وهيتجوز ومرستق نفسه، وانت شاطر لي بس تقول لي كمبيوتر وعربيه بحمار. ايه يا واد انتهبل يا ولا؟ يا ولا حرام عليك حرام عليك، هتموتني ناقص عمر وانا في عز شبابي. حرام عليك يا ولا يا ولا، ما تخلينيش انزل تربتي وانا قلقانه عليك. حرام. خلاص يا ماما تزعليش، ما تزعليش بقى ياما. خلاص اجيب لك عربيه 128. طب 29. طب هو حد فيكم زعل امي؟ لا لا زعلان، ما تخنقش عظمي. لا زعلان. لو امي شايفه الشبكه على عروسه يبقى تجيبوها وكمان فيها بوسه. يلا ترت ترت ترت. لو سمحت ممكن استخدم الموبايل؟ انا معيش فلوس بس محتاج اعمل مكالمه ضروري. لا ما ينفعش يا ست، عشان خاطر هي مساله حياه او موت، مش هطول دقيقه واحده بس. حاضر اتفضلي. متشكرة قوي. شكرا. الو الو يا دينا. دينا انا هايدي انا هايدي. بصي اسمعيني، انا في الشارع ومعيش موبايل ولا فلوس. بعدين بعدين احكي لك بعدين. انا محتاجاكي تكلمي عم شكر السواق وتخليه يجي ياخدني من الشارع ده. اسمه ايه الشارع؟ ابراهيم نجيب. الشارع ابراهيم نجيب في جاردن سيتي، انا عند ميني ماركت كده صغيره، خليه يجي لي على هناك. يلا يا ست هانم، ده مش تليفون بيه. حاضر حاضر. بصي ما تتاخريش، انا في الشارع لوحدي وخايفه قوي عشان خاطري. يلا بسرعه يا دينا والنبي. يلا باي باي باي. متشكره قوي شكرا. العفو العفو. انت هتفضلي واقفه هنا يا ست هانم ولا ايه؟ انا هستناهم دقيقتين بس مش هطول. لا ما ينفعش، ده مكان اكل عيش. اتفضلي اقفي بعيد بقى لو سمحت. يلا توكلي على الله، خلينا نشوف رزقنا. يا بابا علي علي يا خالتي ماما، مش هينفع كده. سيبيني اسالك على التعويض عشان تطيبي. يلا يلا. انت عايزه ايه دلوقتي؟ طيب يا بابا مش قادره. معلش امي هتضربني عشان الهدوم وتوسخ. معلش يا خالتي انا اغسلهم لك، نسقسع على التعوير وبعدين اغسلهم. مش قادره. معلش ولا مستحملي معاه. اها ايه؟ معلش معلش اها. اي 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 يا طب مش هينفع كده.
انت بتبص عليها حالتها. غور ياض من هنا غور. ما تخلص عم تعون انت كمان، ما شافهمش هم بيسرقوا، شافوهم هم بيتنايلوا يتحاسبوا. ما تصلي على النبي كده هيما وجمد قلبك يا اخي، مالك؟ واللي ليه عندنا حاجه يروح يقول للحكومه يا عم كبداكي. طب بالراحه يا دي، انت واقع الاستاذ. الراجل جاي معانا مستشار فني وخبير اجنبي، يعني يا دوب في مرحله اخيرا اتجرأت. نقوم نعمل ايه؟ نشكره ولا نعمل ايه؟ كل واحد ياخد الكومه اللي تعجبه. انا مقسمهم بالشعره، ميزان حساس. يا اهل العرب والطرب، العدل مين سيده؟ سيده يالا العجب، وطه وبسله مؤاخذه ايده. كده عدلت التوزيع عشان محدش يبقى واخد اكتر من حد. مبسوط يا هيما؟ ولسه هتشوف الخير كله مع طاعون. طاعون ده مش مجرد اسم يا هيما، ده اسلوب حياه. راحة فين يا دينا؟ هايدي يا محمد في الشارع، هو لوحدها ويا حبيبتي ولا معاها فلوس ولا معاها موبايل ولا معاها اي حاجه، هنزل اروح اجيبها. تعالي هنا، مش كفايه جري بقى ورا ست هايدي دي؟ انا ورايا طياره بعد كام ساعه وما جهزتليش الشنطه. وبعدين راحة فين الساعه 2:30؟ مش كفايه بقى؟ ايه يا محمد انت ازاي بتكلمني بالشكل ده؟ وانت ازاي عايزني اسيب هايدي في موقف زي ده؟ انت اكيد بتهزر صح؟ صحيح، ازاي؟ ازاي تسيبيها؟ لكن تسيبي جوازك ده عادي. اقول لك ما تروحي تتسجني معاها احسن، ده سجن مش لعب عيال. تصدق ان انت ما عندكش دم؟ انت كمان عندك نفس تهزر؟ انا بقى نازله، يعني نازله. عارف ليه؟ دي هايدي يا محمد، ها؟ وانا ما بسيبش هايدي. ابراهيم، بسم الله الرحمن الرحيم. ايه ده؟ انت ليه مصحيك لحد دلوقتي؟ انت فينك ابدكي وسايبني لا اعرف عنك حاجه ولا تعرف عني حاجه؟ ده انا قلت انت سبت المنطقه وهجرت استراليا ولا حاجه. مش انت يا كوريا اللي قلتلي مش عاوزاني معاكي؟ يا سلام، وانت ما صدقت؟ كنت فين؟ كنت في مصلحه كده مع الواد طاعون والعيال. وانت لسه في مصالح بينك وبين العيال دي؟ احنا مش قلنا مشينا غير مشيهم ووعدتني مش هتخرج معاهم تاني؟ لا ما تلاقيش يا اختي، مصلحه نظيفه وزي الفل، وقلت بالمره لفلف ادور لك على خالتك. ايه ولقيتها؟ ابدا، ده لا حول الله لا اله الا الله يا رب، ده انا مش عارف الولاد دي حصل لها ايه، ده زي ما تكون الارض اتشقت وبلعتها. خالتي نايمة جوا يا هيما، مش قلت لك لا اعرف عنك حاجة ولا تعرف عني حاجة؟ بجد وربنا، ولقيتيها فين؟ لا ولا استني، استني اطلع لك على السلم كملي لي الموضوع لحسن رقبتي اتلوحت. بس بس بس، اه فين؟ فين هي؟ والله اظن ان هو ده يا عم شكري، على حسب الوصف يعني. معلش بليز يا عم شكري، ممكن تدخل كده تسأل أي حد جوه يمكن يبقى شافها ولا حاجة. نسأله، ما نسألش ليه؟ السلام عليكم يا بلدينا. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. عمر يا أستاذ، ما شفتش واحدة هانم كانت واقفة هنا من شوية ومستنية ناس؟ هانم؟ هانم يعني ايه هانم؟ هانم يا باشا زي اللي بيجوا في التلفزيون دول. ايه ده؟ ايه ده؟ هايدي، ايه اللي انت حاملة في نفسك ده؟ احكيلك احكيلك. انت كويسة طيب؟ أهم حاجة كويسة خالص. يقول لك ما عندوش إلا حلاوة طحنية يال. يقول ايه ده يا ست هايدي؟ ايه المربطه اللي انت فيها دي؟ خلاص يا عم شكرا، اطلع دلوقتي وانا هطلع. يا سلام يا مالو يا حبيبي. صلي صلي صلي. ايه يا دكتوره؟ ما تقوم تهيص معانا. ليه بغمي كده ليه؟ يا عم قوم. معلش يا دكتور انا اسف. انا مش في المود خالص النهارده. طيب خليك زي ما انت، انت حر. يا عيوب جاية بتبقى بتبقي على اللي راح، بتبقي على اللي راح. الو، ايوه دينا، ازيك؟ ايه دي بتقولي ايه؟ طيب انا جاي حالا. بعد كده بقى فرحت امي كالعاده وراسها والف سيف، ما تدخلش معايا المستشفى. اعمل ايه؟ خدتها على البيت وحطيت لها المكركروب وحمتها ونايمتها. على فكره كورة، انا قلت ان احنا مش هنلاقي الولاده دي تاني، بس انا ما حبيتش اقول لك عشان ما قلقكيش. والله او ربنا. طب هو حتى لو كده يا هيما تقوم سايبني في وسط الطريق كده وماشي ادور عليك جنب ما الاقكش؟ هيما بقول لك ايه، انت فيك حاجه متغيره اليومين دول؟ ولا اقول لك مش اليومين دول بس، من ساعه ما خرجت من السجن كده وانا حاسك مش انت، مش 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 هيما بتاعي اللي انا عارفاه. مش هيما بتاعك يا كوريا، امال اكون هيما بتاع مين؟ هو انا بتاع حد غيرك؟ بقك خدش منك الا كلام، لكن اجي ساعة الجد ادور عليك ما لقيش حاجه في ايدي. طب هاتي ايدك، اديني كل في ايدك اهو. احنا مش هيتقفل علينا باب واحد بقى ولا ايه؟ انت عايز يتقفل علينا باب واحد ليه؟ لا عشان نبقى نلعب طاوله براحتنا. يا راجل احنا على السلم. يا لهوي يا نسبتي، ايه اللي انا شايفاه قدامي ده؟ صحيح اللي اختشوا وماتوا، وانا اقول العماره هتقع ما هي من النجاسه اللي معششه فيها. يا لهوي يا
خش جوه يا ولد، خش يا ولاد. المنطقة الكرام، لو انت لسه هتخطب مش وقته يا شيخ، مش وقته. انتظر يا اخ ابراهيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا ايها الذين امنوا ان جاءكم فاسق بنبأ فتبينوا ان تصيبوا قوما بجهالة فتصبحوا على ما فعلتم نادمين. صدق الله العظيم. وكلنا نعرف ان اخت كوريا واخلاقها العالية، ونعرف مين برضو اللي بيتكلم عنها وصاحب العقل مطالب بالتمييز. افلا تعقلون؟ افلا تتفكرون؟ يلا يا خود فضوا اللمه اللي انتوا عاملينها دي. الله، ولا هو سيرك ولا هو سيرك. وانت يا سلومه إيه؟ ما تلم مراتك يا اخويا، لم مراتك من قدام الرجاله، ولا هي كلها لحمه عند الجزارين. يلا 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 يا نوال، ما بلاش. يلا حبيبي منك ليه. يلا يا اخويا، يلا يا يلا. في ايه يا اخ ابراهيم؟ عايزك. طب يا كوريا اطلعي انت تبيني على فوق. يلا خد يا سكه وصلها. يلا. نعم اخ ابراهيم، احذرك أنت تشعل نار الفتنة بسبب ما تعلمه وتعلم إني أعلمه. خلاص يا عم الشيخ خلاص، ده بدل ما تدعي لنا إن ربنا يهدينا، روح أنت عشان تلحق صلاة العشاء. ده إحنا داخلين على الفجر. طب روح عشان تلحق صلاة الفجر. ميدا إن شاء الله. أنا هسلم نفسي خلاص. إيه ده؟ نو واي، إيه اللي بتقوليه ده؟ أنا مش قادرة أستحمل أكتر من كده. أنا مش هفضل هربانة ومجرياكوا ورايا وعاملة لكم مشاكل، أنا ما عملتش حاجة، وأنتوا مالكوش أي ذنب في اللي أنا فيه. وأنت ذنبك إيه يا عايز؟ ثلاثة بالله العظيم ثلاثة منورنا البيت يا وانم. منور انا دربية. الله يخليك عم شكري. اتفضل. هايدي اسمعيني كويس، انتي مش هتفضلي هربان على طول ولا اي حاجة من الكلام ده. في نفس الوقت بدرس القضية عشان اعرف اتفاوض مع البنك وبشوف الفلوس اللي لينا برا، يعني اكيد ان شاء الله هيكون في حل. بس على ما نلاقي الحل ده بقى، سيادتك مش هتستحملي تقعدي في اي حجز او حبس لمدة ساعة واحدة يا هايدي. انت مش متخيله ده معناه ايه. وانت مش متخيل يعني ايه افضل هربانه زي المساجين والمجرمين. انت ما شفتش اللي انا شفته يا نادر. يا حبيبتي المشكله ان انكل ابو طالب هو اللي بعتك المكان الغريب ده، بس لو رحتي قعدتي في اي مكان محترم وقتها اصلا مش هيكون في مشكله. انا اعرف واحد ممكن يعمل لها بطاقه باسمه شخصيه مستعاره، هي هتاخد شويه وقت ومش هتقدر تستخدمها الا في اضيق نطاق، بس هي طريقه برضو. هايدي انا عمري في حياتي ما عملت كده، لكن انا عارف ومتاكد انك مظلومه فمش هقف اتفرج عليك يعني. المهم دلوقتي نفكر هتقعد فين يا عم شكري. محمد جوزي كالعاده مسافر، تعالي اقعدي معايا. ما ينفعش يا دينا، قلنا اصحابها وقرايبها ما ينفعش. طيب ما ينفعش تروح تقعد عند اهل محمد في الشاليه بتاع عين السخنه؟ برضه ما ينفعش، ما ينفعش تبعد قوي كده، وبعدين كل ما الناس حواليها قلت كل ما هتبقى مكشوفه اكتر. صلي بينا على النبي يا جماعه. عليه الصلاه والسلام. أنا بقى عندي المكان اللي أقدر أتاوي فيه هايدي هانم الدبال الأزرق، ما يعرف لكيش طريق جرة. فين؟ بطن البقرة. نعم؟ بطن البقرة. مش حلو كده يا كوريا، مش لايق على وش. يو وانتش فاهمك، انت اللي هتقولي لايق ومش لايق. مال ما حلو اهو، عم لاقولك بلح. ماله البلح؟ وحش وحش البلح بنت شيمو. حلو قوي لايق عليها. اه هانتك لايق عليك. حلو يا اختي البلح حلو. يلا عشان تعطليش اخواتك. يلا يلا. السلام عليكم. عليكم السلام. ايه ده؟ ازيك يا خال؟ الله يسلمك. امسك يا شيماء دي 10 جنيه والنهارده اجازه، روحي مش عايزيني. في ايه يا خال؟ بحلق لها ليه كده؟ بقول لها اجازه، اتوكل على الله. يلا. يو في ايه يا خال؟ استني هقول لك في ايه. اتفضلي اتفضلي. اتفضل اتفضل. اتفضل.
وده ايه اصله ده؟ سندس جبتها لك اهي. سندس دي خالتك، اتحطيها في نن عينك من جوا ما تزعلهاش. لو قالت لك في يوم انها شافت القمر في المطبخ في الحله قولي لها شفته. القمر في الحله؟ قمري في حلتي يا خال؟ انا ناقصه جنان؟ انت كده هتقلب لي شقه مروستاه. ما كفايه فيلم الكرتون اللي شغال في دماغي ده، عرض مستمر ما بيخلصش. سعد بيحب البيض. سعد بيض ايه؟ بيض ايه بتقول لك بيض؟ وبعدين مين سعد ده؟ اقعدي بنت مجنونه. لا 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 ما تخافيش ما تخافيش يا سندس. سعد مين؟ سعد الله يرحمه ابنها. الله يرحمه. بعدين دي مش مجنونه ولا حاجه. ما تخافيش ماشي اما تشوف اخرتها. بقول لك ايه، كوريا دي طيبه، كوريا دي تتحط على الجرح يشيط. انما انا حاسه ان انت اللي هترجعني القناطر من تاني. كلنا هنروح القناطر ان شاء الله ونركب عجل وحمير هناك. والله هركب حمار. انا هركبك حمار، اجمل حمار في القناطر هركبه لك. هيس هيس قول اي كلام عشان تلحق تجري. ارمي من على كتفك وزيح قوي يا خال. ها اسيبكم معافيه بقى وخليكم مع بعض. لا 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 سعد ما تخافيش. غير هدوء وروح. استنى ما تسيبنيش مع يا بنت انت. يا بنت. نعم. عايزه الصحن. ابتدينا. طب بقول لك يا سندس، بص يا سندس عشان نبقى على نور كده من اولها، انت تتمسي وتقولي يا مسا كده وتخشي تنامي والصباح رباح. انا اما اصحى الصبح هليفك ونحمي ونصبن ونرغي، نعمل كل اللي انت عايزاه عشان في اشغل دلوقتي يا سندس. ماشي جعانه. لا بقول لك ايه، عدي يومك. عايزه ايه بس هتنوحي لي ليه دلوقتي؟ طب خلاص خلاص ما تزعليش ما تزعليش يا سعد. ما هنجيبه منين سعد ده؟ معلش حاضر انا هعمل لك كل اللي انت عايزاه. انت عايزه ايه؟ بيض. حاضر هعمل لك البيض. عايزه حاجه تانية؟ مقلي. حاضر اعمله لك عيون يعني. حاضر اعمله لك. سعد بيحب البيض المقلي. حاضر انا هقوم اعمل لسعد البيض عشان اخلص انا دلوقتي. حاضر عايزه الصحن. حاضر احميكي. حاضر تعالي بس خدي بول. عاوزه ايه تاني؟ تعالي. ايه انا حلوه اسمع عليك يا اختي. اخ يما الله يرحمك يا ام.
اتفضلي يا حبيبتي. تسلم ايدي كده، ده انتصار. بألف هنا وشيف. وحشتيني روحي وقلبي وحياتي ودنيتي، كل حاجه لي، عمري. اقعد يا بيبي. انا 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 بقى بيبي. انا بعشقك حبيبي، انا بحبك قوي. انت امتى هتبطل اوفر يا حبيبي؟ امتى انت؟ ما انا مش قادر طبعا. الله، ما انت عارفه واحد بيحب واحده بجمالك لازم يبقى اهم حاجه في حياته انه يدلع البنوته. عارف يعني ايه دلع البنوته؟ يعني دلع البنوته. لا لا لا، دلع البنوته. بس 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 انا كم مره قلت لك بطل اسلوب المعاكسه بتاع الورق اللي انت بتعمله ده؟ حبيبي بيبي انت خلاص بقيت حاجه تانية. انسى الحياه القديمه دي اللي انت كنت عايشها، انساها خالص. حاضر حاضر خلاص. بص بقى يا حبيبتي، انا من ساعه ما كلمتك في التليفون الصبح وانا هتجنن. ازاي انت تتضايقي وانا عايش على وش الدنيا؟ عشان كده انا قعدت اعصر في دماغي لغايه ما لقيت لك حل هيخلصك من قرف العمال والشركه ده خالص. طب ازاي يا حبيبي؟ احنا نفتح قناه فضائيه. نعم، قناه فضائيه؟ اذا كنت انا في الشركه عندي مشاكل متلتله ومش عارفه احلها تقولي نفتح قناه فضائيه؟ بعدين انت عارف كويس قوي ان انا معيش سيوله. يا حبيبتي السيوله هتتوفر، احنا ناخد قرض من البنك بضمان الشركه وكل فروعها اللي في المحافظات، ده غير الاراضي بتاعتكم اللي موجوده في شرم والغردقه، وانا كمان هخش بحته الارض بتاعتي اللي موجوده في الساحل ونصيبي في مصنع المراتب، وساعتها ناخد قرض ب 50 مليون دولار ونبدا بدايه قويه ونفتح اكبر قناه في الشرق الاوسط. يعني نظريا الكلام ده حلو قوي، بس مش هينفع يا بيبي. انت عارف ان بابي ممكن يجرى له حاجه لو انا بعت الشركه، تضيع عمره كله فيها، مش هينفع. حبيبتي مين قال بس ان احنا هنبيع الشركه؟ احنا مش هنبيع حاجه، احنا كل ما في الموضوع هناخد الشركه ديت وندخلها من ضمن الضمانات اللي البنك هياخدها. غير كده انت عارفه وانا عارف ان الشركه دلوقتي ما بقتش تكسب. بس 50 مليون دولار ده مبلغ كبير قوي، يعني احنا حتى لو خدنا القرض ده هنسدد فلوسه ازاي؟ احنا الاصول اللي معانا ما تجيبش تلت المبلغ ده. يا حبيبتي ما تقلقيش، انا هعرف اسنجف كويس قوي. اسنجف؟ يعني ارستق. اظبط 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 الورق بتاع البنك ده كويس قوي بحيث ان الاصول بتاعتنا تساوي ثمن القرض كويس قوي، وفي خلال 5 سنين بالظبط هنسد القرض وهنكسب كمان. وبعدين يا حبيبتي انت عارفه زمان كانوا بيقولوا ايه؟ ها؟ ايه؟ اي حاجه فيها اكل هتكسب هتكسب. دلوقتي اتغيرت شويه، بقت اي حاجه فيها اكل ودان الناس هتكسب هتكسب. انصحك ديري بالك على حالك. سيبني الوقت يا بنت. فيها خالتي مالك بتعيطي ليه دلوقت؟ حاضر حاضر انا جاي لك اهو. طيب يا حبيبي وحشني يا حبيبي يا حبيبي. يا رب. في ايه؟ في ايه بس؟ مالك مالك؟ ايه دي كده؟ قولي لي في ايه؟ مالك يا خالتي؟ فيك ايه؟ مالك عاوزه ايه؟ مالك بس؟ عوض عوض وساعد ابني. وحشوني. انا والله عايزه اشوفه. حاضر. طب اقول لك على حاجه، انا اتصل لك بيهم بكره الصبح. خلاص والنبي. استغفر الله العظيم. والنبي. قولي تاني. والنبي والنبي والنبي. اللهم صل وسلم عليك. هنا عليه الصلاه والسلام. يلا اهدي بقى ونام. وبدريه اختي كمان وحشتني خالص، عايزه اشوفها. لا حاضر اكلمها لك هي كمان بكره. بكره اكلمهم لك كلهم، هكلمها لك. انت جننتي؟ دي بدريه ماتت. يو طب ما انت واعيه، هما اللي فيكي ايه؟ يا خالتي حرام عليكي، ما تعيطيش بتقطعي لي قلبي. طب خلاص خلاص والنبي، انا اسفه 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 والنصح ما اعمل كده تاني. خلاص والنبي اهو. والنبي حقك عليا حقك عليا، اهدي بقى ونام. طب احكي لي حنوته. حاضر. كان يا مكان يا سعد يا اكرام. سعد بيحب البيض. صدقني كرهت البيض. احنا نعمل عقد شراكه ما بيني وما بين هايدي، وانا هخش بحته الارض بتاعتي اللي موجوده في الساحل ونصيبي في مصنع المراتب اللي موجود في العبور، وكل الاجراءات البنكيه اللي بعد كده هخلصها انا بالتليفون. مش هيبقى فاضل بس غير على التوقيع اعمله انا وهايدي في